أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعضهم أنه يستحب الإطعام عن الميت مدة 7 أيام، ويقول لأن صاحب القبر يسأل في هذه الأيام، هل هذا صحيح وهل عليه دليل؟ هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله بها المطلق. والتصدق عن الميت مطلق في جميع الأيام وفي جميع السنين، ولا يحدد ب7 أيام، هذا كله بدعة ولا أصل له. نعم.